معنا ايضا مجموعه من الاخبار المهمه اللي حصلت امبارح، منها ايضا ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى بالامس اتصالا هاتفيا بالرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، وذلك للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث اطلاق النار، متمنيا له وافر السلامه. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعه منظومه الامن السيبراني والاجراءات الاحترازيه اللي بتنتهجها الحكومه المصريه لتامين البنيه المعلوماتيه. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح، الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للاطمئنان على صحته عقب تعرضه لحادث إطلاق نار، متمنياً له السلامة ومجدداً الإدانة لجميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب والكراهية، كما نوه الرئيس بالروابط الوثيقة بين الشعبين الصديقين وعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وهو ما ثمنه السيد ترامب اللي توجه بالشكر للرئيس على اللفتة الكريمة. امبارح أيضاً اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لاستعراض مقترح لأحد التحالفات العالمية لإدارة مركز القاهرة الدولي المالي ضمن جهود الحكومة لتطوير وإدارة منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن مصر تتطلع لتطوير منطقة المال والأعمال اللي تم إنشائها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة بهدف تطوير المنطقة على غرار مناطق المال والأعمال البارزة سواء على مستوى المنطقة أو العالم. امبارح أيضاً عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة منظومة الأمن السيبراني والإجراءات الاحترازية اللي بتنتهجها الحكومة المصرية لتأمين البنية المعلوماتية، وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء الأزمة العالمية التي حدثت يوم الجمعة الماضي نتيجة أعطال تقنية تسببت في خسائر واسعة بعدد من القطاعات العالمية واللي كانت تداعياتها بسيطة على مصر. وشدد رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد على أهمية منظومة الأمن السيبراني وضرورة استخلاص الدروس المستفادة من هذه الأزمة العالمية. امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لاستعراض أبرز ملفات عمل الوزارة، وعرض الوزير أهم محاور العمل اللي بتنتهجها الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة بهدف تحسين مناخ الاستثمار ليصبح أكثر جذباً للاستثمارات الخارجية، بالإضافة لتعزيز وتنمية التجارة الخارجية للوصول بقيمة الصادرات السلعية المصرية لأعلى المستويات. وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن الوزير طرح عدد من القرارات والإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات ودفع القطاعات المستهدفة ضمن برنامج عمل الحكومة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة عرضها على المجموعة الاقتصادية في اجتماعها المقبل. أيضاً امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في إطار متابعة وتنسيق العمل فيما يخص عدد من الملفات ذات الأولوية الجاري العمل بشأنها في الوزارة. خلال اللقاء تم استعراض موقف الشحنات المستوردة لتوفير احتياجات ومتطلبات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية بما يسهم في انتظام الخدمة خلال فترة الصيف. أيضاً امبارح اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض أهم مستجدات عمل الوزارة مؤخراً. خلال الاجتماع قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقرير شفهي حول نتائج زيارته مع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إلى المملكة العربية السعودية واللقاء المثمر اللي جمعهما بسمو الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة بالمملكة، وأسفر عن عدد من التوافقات بين الجانبين المصري والسعودي. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار التعاون بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية لتعظيم الاستفادة من قدرتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة، نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية حفل تخرج للدورة رقم 4 للفنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والدورة رقم 1 للفنيين المرشحين للعمل بالهيئة العامة للنقل النهري التابعين لوزارة النقل بعد إتمام دورتهم التدريبية.